مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في البحر الأسود بالقرب من جزيرة الثعبان على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب سولينا. يوجد مثلث برمودا، البحر الأسود المتحرك. مع أن هذه المنطقة كانت معروفة منذ العصور الوسطى، فلم يسمع سوى عدد قليل جدا من الناس عن هذا المثلث الذي يدعى مثلث الموت الموجود في مياه البحر الأسود. قدم الأتراك التقارير الأولى عن هذه المنطقة الغريبة التي أطلقوا عليها دوامة الموت، وقد رويت قصص عديدة عن حالات اختفاء مفاجئة في المياه الهادئة نسبيا وخلال النهار، وبعضهم منها القصص الروسية من القرن 13 والقرن 14 التي تروي قصة حول دوامة بيضاء جرفت الطيور والسفن وحتى الجزر الصغيرة في أعماق البحر. وقد تم إعداد تقارير من قبل أشخاص كانوا شهودا والذين بالكاد نجوا من هذه الدوامات. بعد دراسة هذه الظاهرة بعناية توصل الباحثون إلى نتيجة مفادها أن مساحة سطحية تتراوح بين 8 إلى 10 كيلومترات وعلى شكل مثلث تقريبا تظهر فيها حقل غريب من المغناطيسين. يقول الباحثون الروس والأوكرانيون أن الصدع المغناطيسي في هذا المثلث الغامض المتحرك في البحر الأسود يفتح من ثانية إلى بضعة دقائق. ينتقل هذا الشذوذ المغناطيسي ببطء في منطقة البحر الأسود، وتتحرك المنطقة أحيانا نحو الساحل الروماني بشكل أكثر دقة نحو سولينا. وقد تم تسليط الضوء على المزيد من البيانات عن حالات الاختفاء الغامضة في العصر الحديث، ومنها حادثة اختفاء سفينة من نوع كيولكو فسولي في 31 من مايو عام 1944 في جنوب القرم على بعد 70 كيلومترا في عرض البحر خلال النهار. على الرغم من أن الطقس كان جيدا، إلا أن قبطان السفينة المجاورة يقول أن السفينة كانت مغطاة فجأة بضباب أسود مع بريق أخضر، وبعد ذلك اختفت ببساطة من شاشات الرادار. وبعد شهرين فقط من الحادثة حدث اختفاء آخر، 5 طائرات خرجت في استطلاع دخلت في ضباب أسود مع بريق أخضر واختفت أيضا من شاشات الرادار ولم تعد أبدا. حملة بحثية سوفيتية بدأت بعد الإعلان الرسمي عن الاختفاءات ولم تتمكن من العثور على أي أثر. تقول بعض المصادر أن آخر عمليات إرسال الطائرات أفادت بوجود ضباب كثيف لم تتمكن الطائرات من الخروج منه، تماما كما هو الحال في التقارير الأمريكية عن مثلث برمودا. حدث اختفاء آخر غامض في عام 1990 عندما فقدت طائرة يونانية صغيرة على بعد 30 إلى 40 كيلومترا فقط من الشاطئ الروماني.